مساء الخير، هتكلم معاكم عن نادي من أندية اسكندرية وهو النادي الأولمبي المصري. أنا راجل اتحاداوي، اتحاد سيد البلد. الجمهور الكرة الموجود هنا في اسكندرية ما اسمهوش جمهور اسكندرية، اسمه جمهور الاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري زعيم الثغر، الاتحاد سيد البلد. سبرت يا حبي، اتحاد يا أوروبي، بعشائك يا اسكندرية. نادي الأولمبي من أندية اسكندرية واسمه النادي الأولمبي المصري ابن الثغر. أنا كراجل اتحاداوي يهمني أشوف كذا فريق من اسكندرية، مش فريق واحد ولا فريقين، لا، أشوف الاتحاد، أشوف الأولمبي، أشوف الكروم، أشوف سبورتنج سموحة، كل الأندية دي أشوفها. يهمني فرق المحافظات التانية تيجي اسكندرية أكتر من مرة، أشوف الأهلي إن هو بيجي 3 4 5 مرات، ما يجيش مرة واحدة، عشان الكورة تبقى قوية في اسكندرية. ما ينفعش الكورة تبقى ضعيفة ويبقى فيها فريق واحد أو فرقتين. نادي سموحة عمل إعجاز عشان دخل الدوري الممتاز. بالصراحة الإدارة بتاعته عملت نقلة تاريخية لنادي سموحة، برافو وبحييها. نادي سبورتنج كنت بسأل حد من مسؤولين نادي سبورتنج، بقول له هل حضرتك نادي هنشوف نادي سبورتنج في الدوري؟ رد عليا قال لي ايه، احنا مش عايزين. السؤال هنا، هل انتم مش عايزين ولا انتم مش عارفين تدخلوا الدوري المصري يا سبورتنج؟ نرجع للنقطة الرئيسية بتاعتنا وهي موضوع الفيديو ده، وهي النادي الأولمبي المصري. النادي الأولمبي المصري ده نادي تاريخي، نادي محترم، نادي بطل الدوري المصري موسم 66 على ما أعتقد. أخد الدوري من الزمالك سنة 66 وأثبت جدارة وكان بطل الدوري المصري النادي الأولمبي. ما ينفعش ألاقي قامة من القامات الرياضية على مستوى اسكندرية وعلى مستوى مصر بيلعب درجة تانية، يا ريت يلعب درجة تانية، لا هو بيلعب درجة تالتة، أقل من درجة تانية. الأولمبي في سنة 95 نزل درجة تانية، الأيام دي نزل درجة تالتة. حرام عليكم، ادوا دفة مركب الأولمبي لقبطان كويس يقدر يوصل الأولمبي للمكانة اللي يستحقها. لو أنا كلامي غلط كان الأولمبي شايفينه في الدوري، أنا كلامي صح عشان نتائج الأولمبي ضعيفة وغير مشرفة. الأولمبي وقع من الدرجة الثانية ووقع للدرجة الثالثة، احنا مستنيين الأولمبي يطلع من الدرجة الثانية للدرجة الأولى، لا للأسف الأولمبي وقع من الدوري الممتاز، وقع وطلع قبل كده ووقع تاني، والنهاردة وقع لدرجة ثالثة. كان الأولمبي ماشي في خط سليم جدا، كان بيكسب وكان مؤهل للصعود، النهارده الأولمبي هبط. الأولمبي فيه عيب خطير جدا اللي هو ايه؟ أعداء النجاح وأصحاب المصالح الشخصية. يقول لك أنا ابن النادي، لا يا حضرتك، أنت مش ابن النادي، أنت ابن مصلحتك الشخصية على حساب المصلحة العامة للنادي. استثنوا مصالحكم الشخصية من أجل مصلحة النادي العامة، لو بتحبوا النادي هتظهروه في أحسن صورة. كلنا عايزين الأولمبي يطلع عشان الأولمبي واجهة مشرفة. اتحاداوي عاشق بحرك يا اسكندرية. شكرا، مع السلامة.